كان مستوى جيد الحمد لله. التحضيرات كانت طول 8 سنوات، 8 سنوات وأنا أحلم بالأولمبياد الحمد لله. حتى والدي كانوا يحلموا بالأولمبياد، كامل قريتي صغيرة تحلم بالأولمبياد، كامل الشعب الجزائري الحمد لله. اليوم من هذا التعب ما راحش باطل ونتوج ميدالية ذهبية. حبيت نقول كامل العالم اللي كان ضدي ودار حملة شرسة ضدي، نقولوا هذا هو الرد، هو ميدالية أولمبية. أنا مرأة قوية، مرأة ذو قوة خاصة الحمد لله. اليوم هذا هو الرد تاعي، كنت دائما أبعث لهم رسالة في الحلبة الحمد لله. اليوم وفقني ربي وتوجت بالميدالية الذهبية الحمد لله. السيد رئيس الجمهورية هو المناصر رقم واحد بكل صراحة، بلا ما نكذب، بلا ما الناس كامل على بالهم. سنة 2022 وين استقبلني رئيس الجمهورية هو اللي حفزني على أولمبياد، قال لي إيمان كاين أولمبياد باريس لازم تشرفينا، قولي واش تحتاجي راح نمدلك الحمد لله. قل له سيد رئيس الجمهورية كما وعدتك هاي من الميدالية الذهبية، ما كانتش بالساهل، أنا نسميها هذه ميدالية الشرف الكامل العرب الحمد لله. نظن أني شرفت كامل العرب، كامل العالم العربي، كامل المسلمين الحمد لله. كذلك اولا وقبل كل شيء اشكر الله عز وجل اللي وفقني في هذا الدوره اللي هي العاب اولمبيه الحمد لله، وشكرا لكم انتم الصحافه. الشعب الجزائري يستاهل الميداليه هذه، يستاهل انه يفرح، يستاهل انه يخرج ويديفيلي الحمد لله. تقريبا كل الشعب الجزائري يعرفني، يعرف خليف ايمان، يعرف قوتها الذهنيه، قوتها في الميدان، يعرف أخلاقها الحمد لله. اليوم إن شاء الله فرحتهم وقدمت لهم منازلة جيدة الحمد لله. ما نقدرش مش قادرة نوصف لكم كمية الفخر اللي راه في قلبي الحمد لله. واليوم كذلك شفنا أن النشيد الوطني يدوي هنا في القاعة، وكامل الشعب اللي جاي ساندني اللي نوجه له تحية وين عزفوا وغنوا النشيد الوطني، هذا هو الحلم التاعي والحمد لله. شكرا لكم.